الخبر الاول اللي عدى عن واخيرا ظهور ام سيف، فجاد نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب واللي جاء عن ظهور ام سيف واللي طبعا قال به كلام هواي خطير. ربطكم رابط هذا المقطع بالوصف، المقطع شوي طويل، روحوا شوفوه واكشفوا الحقيقه واكتبوا لي رايكم. وطبعا عائله جاد باقي لها 5000 مشترك ويوصل 100000، فطلب بسيط يا حبايب خلينا نوصل 100000 مشترك، هو ايش راح يكون له مفاجاه لنا. بنفس الوقت عنده هواي تسريبات ومعلومات خطيره عن ام سيف، فطلب بسيط من طرف يفجر المقطع. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني، فجواني نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات من داخل برنامج المونتاج ويقول صورت فيديو لكل اللي راح يشوف فيديو لحظه لثلاث ايام يموت من الضحك، انتظروا الفيديو على الساعه بالاربعة. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدى فهو مملكه القصص وبرومو اغنيته الجديده، فمملكه القصص نزل على حسابه بالانستغرام هذا البوست واللي كان بيه البرومو مال اغنيته الجديده راح احط لكم اياه شوفوا. فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات ايش قد انتم متحمسين لهذه الاغنيه الجديده. الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة أنس الشايب، كشف على حقيقته انه هو انسان مصلحجي ويغدر بأصدقائه. انتشر هذا الفويس لأنس الشايب بالتيك توك واللي كان بيه أنس الشايب يحكي واحد من أصحابه ويفضح نفسه بنفسه، يقول انه انا ما عندي أصدقاء وانا ماني انسان مصلحجي، اذا صاحبي ما يفيدني راح ابيعه. صار يقول لصديقه انه انت حاليا ما عندي مصلحة وياك في هذا المبادئ اللي احكي وياك بعد مرة ثانية. وحتى صار يحكي على حبيبته القديمة اللي هي مايا انه اساسا ما يحبه وانا ما مجرد مصلحة وياها، مصلحته وياها انه هي السوق للسيارة فتوصله. ونفس الشيء صار يقول على غير من أصحابه انه هو مصدقهم بس على مود المصلحة. راح تكون هذا الفويس اسمعوه وكشوف حقيقة أنس الشايب. أنا بني آدم سنة 2019 إنتاج عرضي، يعني صاحبي ما بده يفيدني ما بده يفيدني ما بيلزمني، أنت أقرب مش راضي تفيدني، أنت مش راضي تفيدني بشي، أنت مو راضي تفيدني بشي ولا إيش راضي تفيدني. أنا صاحبي ما بفيدني ما بيلزمنيش، هاي بشكل عام بحكي لك. حسام بفيدني بروح وبجيبني بنقطع، أنا بقول لك بشكل عام هي روح احكي له وصل لك يا الله. صدام بفيدني باخذ من عنده شغلات للتلفون وبعمل له هذا. مايا بتفيدني هي بخليها تسوق وتروح ويجي منيح. انا واحد مصلحجي اللي ما بفيدني بلزمنيش. بليتني برب بدك تخلص. فحاليا يا حبايبي بعد ما اكتشفتوا حقيقة أنس الشايب انه هو انسان مصلحجي لكل الاشخاص اللي حواليه هو ماخذها مصلحة مو اكثر، فتتوقعون يا حبايب انه ممكن يكون هو بيسان اسماعيل ماخذها كمصلحة انه هي بنية مشهورة، واذا بيسان صارت مو مشهورة مثلا راح يعوفها او لا؟ اكتبوا لنا توقعاتكم لهذا الموضوع يا حبايبي بالكومنتات، وش رايكم بعد ما عرفتوا انه أنس الشايب انسان مصلحجي. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين مملكة القصص على بيسان وأنس الشايب، أما ما يعرف السبب فهو استهزاؤهم بقناة مملكة القصص، فأنس وبيسان نزلوا على قناتهم الجديدة اللي هي فضيحة أنس وبيسان إسماعيل، نزلوا مقطع بهذا العنوان، ولكن الصراحة السؤال اللي يطرح نفسه هو وين الاستهزاء بالضبط؟ يعني إذا أنس وبيسان نزلوا هذا المقطع بعنوان فضيحة أنس وبيسان عمود يجيبون المشاهدات، ممكن أحد يفهم اليوم ليش يطلعون لايفات ويصيرون يبكون، يقولون ليش تقولون علينا فضايح ويصيرون يتبشبشون ويسبون بالعرض. فحاليا يا حبايب أنا بعد لما أنشر فضايح هيجي لا أحد يقول لي ليش تنشر، إذا هم شخصيا قابلين للفضيحة على نفسهم. وطبعا أم بيسان هم تعرضت للهجوم بهذا الستوري لما انا شايف كان يصور يا ام بيسان، وكانوا كلش يضحكون ومتحمسين للمقطع اللي حينزل اول يوم يعني اللي راح يكون على الخطوبه، ولكن من الواضح انه بيسان اسماعيل كانت كلش قلقه بهذا الستوري كانه هي مقصوبه تنزل هذا الفيديو. فما ادري الصراحه، اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، وش رايكم محاوله انس وبيسان اسماعيل للاستهزاء بيا، ويكتبون على نفسهم فضيحه عمود يجيبون المشاهدات. الخبر الخامس اللي عدنا عن انس واصاله ودخولهم للمستشفى. انس واصاله نزلوا على حساب انس بالانستغرام شويه ستوريات ولكنهم حذفوها ورا كم ساعه تقريبا، وهذه الستوريات كان بها انس واصاله يريدون يروحون ياكلون، واصاله هي تختار لهم المطعم، صار يقولون احنا رحنا للمستشفى بسببها لمده 3 ايام بسبب ان هي اختارت الاكل. اصاله هون جابتنا على محل سوشي، المفروض انه المحل منيح، اخر مره اكلنا مع اصاله شو صار يا احمد؟ انا عجبني الاكل، انت اللي ما عجبك ولا هذا؟ وين؟ كنا بالمستشفى 3 ايام. لا طلع شو عم تعمل هذا، عم تدور شو عم تدوري؟ شوف الريفيوز، شوف الريفيوز. قبل ما ندخل علشان تزيد الريفيو سويت لهم 5 نجوم. اوكي احمد شو رايك حيصير؟ رح ناكل جوا بعدين وين حنروح؟ حنروح دغري على المستشفى. اوكي وميمي هون نامت، ليكو نوا. اوكي يا جماعه حنقلكم شو وضع الاكل بعد. وصلنا احنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناه، وتنكم في زي مقاطع مملكه القصص، وبس مع السلامه.